Hello everyone. I would like to introduce to you my very first baby, as Dr. Mohammed Al-Sayed called it. I hope you enjoy watching it as much as I enjoyed creating it. Joan A. Shedd once said, "A ship in the harbor is safe, but that's not what ships are built for." Yasser Al-Sayed Al-Maghribi, a self-made man who built his own empire from a young age. He swam in the opposite direction of the flow and he took the risk. ان كل المعطيات حواليه مين كانت بتقول لي ما تسافرش لان انا موظف حكومه، موظف حكومه يعني المستقبل امامي، السفر مش مضمون، يعني انا سبحت ضد التيار. واللي شجعني كان الحاج عبد المنعم. He started working from a really young age. والله اول شغلانه اشتغلتها انا فاكر كويس جدا، كنت في عندي 10 سنين، كنت في رابعه ابتدائي، كان والدي رحمه الله عليه كان مسافر في السعوديه، وكان في الشارع بتاعنا اللي احنا كنا ساكنين فيه كان في ميكانيكي كان صاحب والدي يعني، فانا قلت لوالدتي ان انا عايز اروح اشتغل، وزعلت مني لان قالت لي يعني احنا الحمد لله يعني مش محتاجين، فقالت اشتغل، قلت لها انا عايز احس ان انا يعني مسؤول وفعلا رحت اشتغلت معاه. انا ما كنتش فاهم في الميكانيكا، بس كنت بسموها حاجه في مصر كده صبي، بليه، بسموه بليه، كنت انا بليه ده. He didn't work alone but also with his siblings. When they didn't find jobs available near their house, they moved away from their home. جت علينا فتره من الفترات ما كناش في الشغل في القاهره خالص، فاتجهنا ان احنا نبيع. كنا لنا واحد قريبنا كان في الجيش في جامعات استهلاكيه، فكنا بنشتري منه باسعار ونبيع في مكان تاني. بدانا بالسمنه وبعدين قعدنا فيها سنه تقريبا، والسنه التانيه كان في سمك بقى مجمد، كنا برضو بناخده نروح لبنت قريبنا في البلد بتاع، كنا واشتغلنا شويه. وبعد فتره جينا رحنا، دي كانت تقريبا بابا كان في ثانوي وانا كنت في تقريبا اولى ثانوي برضو. Among the people he is known as the helper and the positive person, and these are just a few features of his personality. قلت في اول حاجه فيه طبعا الجدعنه، وانه جدع ويعتمد عليه، يعني الحقيقه مش يعتمد عليه بس ان انا اكلفه بحاجه يعملها او يعني يبقى موجود، لا ده هو بيقدم كمان خدماته من غير ما الواحد الحقيقه يطلب منه، فدي صفه كويسه جدا يعني. تاني صفة بحبها في ياسر إنه على طول مرح وبيضحك وعلى طول يعني ليه قفشاته، حتى لو الواحد عنده حاجة عايز يناقشها أو مشكلة أو حاجة هو بياخدها ببساطة، والواحد بيحس بعدين إن المشكلة مش كبيرة أوي يعني ممكن تتحل بسهولة يعني. من الصفات الحلوة فيه إنه بيهتم بأسرته، إن أنتوا دايما مع بعض، وإنه زي ما بيهتم كمان هو مجتهد وبيهتم بالشغل وكده بيهتم كمان بالأسرة بالبيت، ودي صفة كويسة جدا مش كل الناس بتقدر توفقها، خصوصا لو واحد عنده مسؤوليات وشغل كتير ما بيقدرش يوفق قوي بين الشغل والبيت، لكن هو بيعمل الحكاية دي كويس. Not only his friends would say this but also his co-workers and family. طيب وحنون علينا وعلى عياله مع كل الناس اللي بيتعامل معاهم، ولطيف وذكي، ويعني بيجيب لنا حاجات كتيرة يعني أنا ما تخيلهاش، وبيعملنا مفاجآت كتيرة. ده عايز كتاب عشان الواحد يوصفه، يعني خمسة قليلين عليه. ياسر إنسان بار بوالديه وبأهله ومجتهد، بيخلص في عمله، بيساعد دايما الغير، وما شاء الله عنده حاجات جميلة بتميزه، أنا يعني دايما بقوله عليها بحسده عليها دي، عنده ابتسامة جميلة بتفتح له كل الأبواب، يعني مهما كان عنده مشاكل ما شاء الله يعني ربنا يحفظه، عنده ابتسامة بتذيب الجليد يعني. All of these features shape the person who worked in different kind of jobs, not only when he was younger but when he grew up too. خلصت الجيش فكرت إن أنا أشتغل. Even though the working opportunities in Egypt wasn't available,
he didn't settle down and decided to work as a taxi driver on their taxi. عرضت الفكرة على الوالد والوالدة واتبسطوا جدا وابتديت ونزلت وخدت اكسبيرينس مش عايز اقول لحضرتك يعني شفت ناس وقابلت ناس الكبير والصغير والعجوز والتخين والرفيع واللي بيحترم الناس واللي بيتعالى على الناس ورحت اماكن انا عمري ما كنت اروحها يعني سافرت لانه تاكس كل واحد ياخدك في المكان اللي هو عايزه. A year after, the taxi driver job wasn't suitable, so he started to look for another one. And this time, he worked as a tour bus driver and guide. فجات لي فرصة الحمد لله ان انا اشتغل في شركة سياحة. فاشتغلت تقريبا يمكن سنة ونص سنتين في شركة السياحة. وللأسف مش انا اللي سبتها حصل انه حصل الارهابيين والجماعات الارهابية عملوا مشاكل مع السواح فما بقاش حد يجي فمكاتب كتير قفلت شركات كتير قفلت من ضمنها الشركة اللي احنا فيها. From this point he didn't know what's next but his life was changing to the better. He decided to work as a government employee just like his father. فرحمة الله عليه والدي بيشتغل في وزارة الكهرباء فعيني في وزارة الكهرباء طبعا عيني في يعني أنا رسام ومصمم هندسي عيني في مجال المخازن المشتريات والمخازن ليس لها علاقة بس هي دي الطريقة يعني اشتغلت تقريبا لمدة يمكن سنة أعتقد سنة بالضبط أنا تعينت في شهر 7 وقدمت استقالت في شهر 7. He always wanted to work outside the country but he never got the chance. And while working in the government and studying in the university to improve himself, life sent him a gift. طبعا حصل لي موقف لذيذ وجميل غير مغرى حياتي كله اللي هو انا ميال للسفر فكل ما كنت بلاقي اعلان في الجرايد اكتب 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 دون النظر وطبعا ما حدش بيتابع يعني الى ان في يوم ورحمة الله والدي كان بيساعدني في الموضوع ده لما أقول له صور لي شهادات الميلاد صور لي شهادات التخرج صور لي شهادات الجيش كان يصور بكميات وأنا كل يوم أحطه في الأظرف وأقول له ابعته بالبريد يبعت بالبريد إلى أن في يوم جاي من بره تليفون بيتنا ما كانش لسه المحمول والجوال ده طلع فوالدتي بتقولي ده في واحد سأل عليك اسمه عزيز طلع عزيز أنا ما عنديش أصدقاء اسمهم عزيز يعني فما خدتش في بالي. What is meant for you will always find its way. The same person has called, but this time Yasser was home and he picked up the phone. لقيت حد بيقول لي احنا شركة عزيز للسفريات واتصلنا بيك قبل كده عشان انت توافق عليك من الناس اللي هتسافر السعودية. فحتى انا ساعتها من المفارقات العجيبة سألته أي وظيفة لأن أنا قدمت في وظائف كتير قدمت في سواق في مندوب مبيعات في مندوب تسويق في رسام هندسي قدمت كل شيء فرد أمن كمان قدمت فأنا مش عارف الوظيفة قال لي مندوب مبيعات قلت له طيب إيه المطلوب قال لي تشرفنا في المكتب كان المكتب أنا فاكر في ميدان لبنان في المهندسين وتيجي عشان تعمل انترفيو. And he got accepted but there was one tiny problem facing him that he is still a government employee. At that time, he met a person who works there as well, and he was the one who motivated him to go for it. برضو دي من الحاجات اللي في حياتي محطات. ربنا سبحانه وتعالى بيبعت للواحد ناس كده يزقوه يمشوا يختفوا يعني يظهروا لوهلة زي الوميض كده يطلعوا ينوروا ويختفوا تدور عليهم ما تلاقيهمش. الحاج عبد المنعم was the flashlight of Yasser's life. He was their department manager and he lived in Saudi Arabia for almost 40 years. انا ما اعرفوش هو ما حدش حكى لي عنه فوجئت وانا في السنه دي ولما جت لي السفريه لقيت في راجل كبير كده وشه منور ودقنه بيضه كده ظريف كده وجاي الناس كلها بتسلم عليه وبتبوس وبتاع والحمد لله على السلامه فبقول لهم مين ده قالوا لي ده الحاج عبد المنعم ده رئيس الاداره او مدير الاداره فتوسمت فيه خير لان كان راجل كده يعني في نور في وشه فانا عايز يعني انا قلقان جيت بيني وبينه وسالته قال لي طب روح استخير روحت استخرت جيت تاني يوم قال لي حسيت بيه قلت له عايز اسافر قال لي توكل على الله طالما انت عايز تسافر سافر بس انصحك كم نصيحه اتق الله وانت تسافر حاول تعمل صداقات حلوه مع الناس اللي معاك تعملوا ميز حتى انا ساعتها سالته يعني ايه كلمه ميز قال لي يعني تاكلوا مع بعض شيرنج عشان توفروا شويه
وحط في بالك ان انت طالع لهدف وتارجت خلص وارجع ما تضيعش وقتك. Even though his family was sad that he was leaving their home, he took his first step into his journey and arrived at the new destination, Saudi Arabia. او 16/8/1995 وصلت الى مطار الزهران اللي هو اتلغى دلوقتي مطار الزهران بالمملكة العربية السعودية. Just like the first day of everything, the first day of school, the first day of university, and the first day of work, the first night for Yasser in Saudi Arabia didn't go as planned. أنا كنت متوقع إن أنا هلاقي واحد مستنيني مصريين ومعاه يافطة باسمي الشركة حاطين أي حاجة من الحاجات اللي إحنا كنا بنشوفها في شركة السياحة مع واحد معاه يافطة عليها اسمك. خرجت ما لقيتش اي حد وانا كنت من اخر الناس اللي خرجوا لان انا موهوم خايف مصدوم فبتحرك ببطء يعني. He didn't have much background about Saudi Arabia and he didn't know that there will be different nationalities there not only Saudis. فلقيت واحد عمال كل ما يشوفني يقول لي معابد فندق يعني انا رايح شركه نابكو اقول له نابكو ولا هو فاهم عليا ولا انا فاهم عليه. في الاخير خدني من ايدي وخد الشنطه وطلعنا بره المطار مفيش غيره. New destination. Person who talks in different language and words that you can't even understand or process. A long dark road ahead. These were the things that made Yasser feel that he is a fraud victim. المشكلة ان ده بيتكلم هندي بس ولا هو بيتكلم انجليزي ولا بيتكلم عربي بيتكلم هندي وانا مش فاهم هندي واساسا الثقافة الهندية جديدة عليا يعني فكل شوية اقول له نابكو يعني يا 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 اوكي اوكي نابكو يعني يعني اقول له يعني ومكتوب فندق المعابد انا الوهلة قلت انا ضحية فريسة نصب فكنت قاعد خايف يعني انا لا انكر عليك هذا كنت قاعد خايف تقريبا العربية الامريكاني بابها لوحده ما شاء الله ضخم يعني كنت قاعد على الاكرة بتاعت الباب مستعد ستاند باي قلت عشان لو عمل اي حاجة ولا حصل اي حاجة اروح فاتح الاكرة ونطت من العربية واللي يحصل يحصل. And just like every dark night is followed by a light morning, Yasser next day was way better than his previous night. خرجت بره لقيت واحد لبناني فاكره جدا وده من اصدقائي لغايه الان اسمه ريتشارد سيلز مان معانا في شركه نابكو لقيته بيكلمني بالانجليزي بس لما كلمته عربي رد عليا فقلت له الحمد لله على السلامه يا ريس انت يعني كنت فين من امبارح والحمد لله ربنا كرمنا ورحنا الشركه مندوب مبيعات. After proving himself a successful salesman for 3 years in Saudi Arabia, fate always knows something we don't. بحرين كان عنده زميل كان هو سابقنا قبليه هنا فجي قبلينا وعمل استادي ومش عارفة ايه وكل القصة دي وقال لهم في الشغل ان انا مش هقدر اجي البحرين لان مستوى المعيشة مش عارفة ايه نصح ونصيحة بما يرضي الله انت لازم تقول كذا وتعمل كذا وحاول تجتهد في شغلك وده بوزيشن كويس وسبحان الله لفت الايام واحنا اللي جينا مكان صاحبه ده. Once again he started from the very beginning but in Bahrain this time everything is difficult before they are easy and he did face some difficulties. في البحرين وقتها يوم انا ساعه ما جيت من تقريبا من 25 سنه كان تعداد البحرين تقريبا يمكن 600 الف وكان مثلا السعوديه كان 20 مليون ال 600 الف و 700 الف نصهم من الجنسيه الهنديه او الاسيويه ودول بيبقى جاي سنه سنتين ثلاثه يحوش وعايز يمشي وكمان مرتبه قليل فبيبقى صعب عليه فلذلك كان كمان ال 600 الف نصهم ما تعملوش معانا 300 الف فمن 300 ألف لل 5 مليون في فرق كبير يعني بلد البحرين بلد متقدم وفيها كل حاجة بس الناس كانت مش متعودة على الباكجينج بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي كانوا بيتعاملوا على الحاجات البسيطة مفيش كيس بلاستيك بالمعنى مفيش كيس ورق بالحجم ده مفيش البوكسز ولا الكونتينر ولا اي شيء كانت العملية ماشية انه حاجات بسيطة كيس خفيفة كده والباقي كله يا بيحطه في طبق يا بيحطه في حلة في مختلف يعني فكان في تحدي غير طبيعي ان انا ابتدي سوق من اول وجديد انا ابتدي هنا من الصفر. He would not get over these difficulties without his life partner عبير helped Yasser grow during his work in Bahrain. سواء انا اعمل معاه الشغل بتاعه
ودرجة ان انا كنت اعرف كل العملاء مثلا، يعني هو كان يرجع من الشغل يلاقينا محضرين الغداء، بعد شوية ننزل الشغل نفضل مع بعض لغاية بالليل، وطول الوقت بقى واحنا بنتكلم على شغلنا وبنتكلم على هنعمل ايه بكرة. فكنت موظفة معاه بس بدون اجر يعني. فهي فعلا كانت معايا سبورت، يعني اذاكر تعمل لي مثلا، يعني تقف معايا وتكتب، انا بعمل حاجة هي بتعمل حاجة تانية مكمل، مش مثلا انا بسوق وهي بتتفرج على الشارع، لا انا بسوق وهي بتكتب تفاصيل، انا اخد العناوين وهي تملي، انا اخد اتصالات وهي تسجل الاوردر. في نوع من انواع التكامل يعني، وده ذكاء منها، هو طبعا توفيق من ربنا وذكاء منها. او انا النهارده لما ربنا يكرمني وجوزي يبقى حاجه، ما انا اكيد هبقى حاجه، ما احنا مركب واحد، بيت واحد، شقه واحده. Everything big starts with something small. From being a salesman in Saudi Arabia for 3 years and becoming the sales manager of 2 branches, Bahrain and Qatar, for 25 years. ابتدينا نكبر شوية، يعني ابتدى يبقى هو المسؤول عن الفرع، وبعدين ابتدى يسافر قطر، كنت بروح معاه برضو قطر، كان بيروح مرة كل شهر، كان ساعتها إسلام معانا. يعني تحس ان كل خطوة هو عملها كلنا كنا يعني درسنا كويس يعني، او عايشين مع اللحظة يعني. Every son quotes his father in words and in deeds. His father was his role model and he followed him in his footsteps. انا بالنسبة لي هو كان القدوة، هو كان المعلم، كان الاستاذ يعني. وكتير من 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 قرايبنا ومعارفنا يقولوا لي انت شبيه والدك في الاسلوب وفي الطريقه وفي التعامل، يقولوا لي انت اكتر واحد من اخواتك اللي واخد من والدك كل حاجه. والدتي طبعا خدت منها اكيد يعني بحكم الجين وبحكم ده، بس انا يعني احسبني ان انا خدت من والدي اكتر، وكان هو مثل اعلى ليا رقم واحد يعني. Just like how his father was his role model, he was the pacemaker for many people in his life as well. الفترة اللي أنا كنت شغال فيها مع الوالد في الشركة أول مرة، دي كان موقف جميل بالنسبة لي مع الوالد، إن أنا كنت أول مرة أنزل معاه الشغل وكده وأشوفه إيه على طول يعني. كنت مبسوط جدا بإن أنا يعني حد إداني مسؤولية، إن أنا مسؤول عن الحتة الفلانية ولازم أعمل حاجة ولازم أروح وأوضب وأظبط وأحط وهكذا. هو بيعرف إزاي يعلم الواحد بدون ما يقول للشخص بطريقة مباشرة. ممكن دي تكون صفة مش موجودة في ناس كتير، بس هو معلم أو مدرس بدون ما يقول للشخص دايركتلي إيه اللي المفروض يعمله. إحنا التلاتة تربينا، إحنا تلاتة، لأن كان محمد لسه ما جاش، محمد جه بعديها ب 13 سنة. فكنا قريبين كلنا من بعض، بس في فروقات بقى يعني. انا ابراهيم قريب مني بس اخويا الكبير، ما اقدرش اتكلم معاه في اي حاجه. ياسر بحكم السن والجسم ان انا كنا هو شويه مقربين بعض، فكان كل حاجه انا ممكن اقولها لياسر. ليه وقفات كتيره جدا جدا لا تعد ولا تحصى معانا كلنا، ان هو سبورت يعني، بي 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 بيحب يختي. كنت انا في السعوديه وهو كان جالي يوم جمعه جايب لي محشي كمان يعني. كنت انت لسه صغيره وكان اسلام برضو لسه حير ورور كده، فكان ساعتها قعدنا طول اليوم عمالين نتكلم طب نتجوز وبتاع. قلت له والله بص انا الواحد بيفكر جد جدا انه يتوكل على الله. قال لي طب يلا انت، طب معلش الصبح يا عم اتصل انا. لا 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 تعالى، خدنا بالعربيه ورحنا عند كابينه كان جنب البيت، ورحت متصل بيهم وفرحت بابا وماما والحمد لله. A human by nature affects and gets affected. And just like Yasser affected a lot of people in his life, he got affected and returned by them too. أكيد إحنا أنا خدت منهم يعني أخويا الكبير إبراهيم مثقف وبحب يقرأ كتب وبتاع، فأكيد أنا دلوقتي بحب أقرأ وبحب أتثقف، لأنه اكتشفت في الحياة إن لازم الواحد يعمل أبديت لمعلوماته. فعشان تعمل أبديت لمعلوماته أقلها تقرأ جرنان جريدة. كمال جدعنته إن هو يخدم أي حد، في دي برضو كمان وانا ماشي في الحياة تعلمت ان انا اي حد يطلب مني مساعدة اساعده. اي حد يبقى عايز حاجة ما اقولوش لا، فدي برضو من كمال. اخويا محمد انه في التكنولوجي، وانه
منظم حاله كده، تحس ان هو الجيل الجديد اللي دم خفيف، اللي كل حاجة مسستمة، كل حاجة متزبطة، التكنولوجي الابديت. برضو انا كمان دلوقتي بقيت انظم واظبط، فكل واحد فيهم عنده حاجة انا خدتها بدون ما اقول له هاتها يعني، او بدون ما اتعلمها منه انا اتعلمتها. He didn't only learn from his siblings but also from his newborn babies. انا اول ما جه اسلام يعني الوالد الاول كنت فرحان جدا ومبسوط، وكان ربنا سبحانه وتعالى مدينا عربية جديدة، وكنا فرحانين كل شوية نطلع نتصور معاه فرحانين، بس ما كانش عندنا الاكسبيرينس بتاع التربية يعني. يعني احنا مش عارفين بيبي جديد ومش عارفين نروح فين ونيجي، وبالاخص ان احنا كنا في بلد جديد علينا، ما عندناش اصدقاء، ما عندناش حد، ما عندناش حد داعم. لما جت بنتي التانية كنز بقى عندنا اكسبيرينس شوية، وبقينا عارفين ازاي نتعامل معاها، وطبعا دلعناها بما فيه الكفاية لان كانت اول بنت في العيلة، وبالنسبة لنا برضو بنت بقى وفرحانين بيها. طبعا لما جت جنة هي اللي دلعت اكتر، لانه بقى الموضوع خدت بقى عندنا اكسبيرينس عالية جدا في التربية، وعرفنا نتعامل معها ازاي، وما شاء الله هي كمان دمها خفيف ويعني وشاطرة، فاحنا الحمد لله يعني. يعني واللي يقول لي غير كده يبقى بيضحك عليك. الطفل الاول هو اللي بيعلم ابوه وامه. Away from being a great father from his kids, he did face some difficulties in his work. And as we know, sometimes a single word can make or break a person. Yasser made use of these words and turned them into his turning point. فاتفاجئت بالقرار ان هم عينوا واحد اللي بعديه في الاكسبيرينس مسكوه سيلز مانجر. فانا لما قعدت مع المسؤول، فقال لي كلمة شوية شدت انتباهي. قال لي ياسر انت تخصصك انت رسام ومصمم هندسي، احنا عايزين حد اكس تجارة عشان البوزيشن ده لازم يكون عنده خلفية تجارية. قلت له ما انا، قال لي الخبرة مش كفاية، احنا عايزين الشهادة، واللي جاي من بعديك ده دارس تجارة، يعني عايزين حد دارس تجارة بحيث وعنده اكسبيرينس السيلز يرقوه يمسك هو البوزيشن ده. لا انكر عليك دي برضو خلتني روحت فكرت، طب صحيح هو انا ليه مدرسة تجارة؟ ومن هنا قررت اخد ادرس كلية التجارة عشان يبقى الشهادة تواكب الخبرة. He didn't settle down after getting his BA in Business Administration and Marketing. The journey continued to get his master's also. كنت قاعد ادرس طول الليل، الصبح اروح الشغل عادي كأنه شان لم يكن، في الامتحانات نفس الموضوع. فلما خلصت التجارة اتبسطت ولقيت ان الموضوع فعلا كويس، ان انا العلم مع الاكسبيرينس خدموني. فجات لي فرصة، قال طب ما انا ليه ما اخدش ماجستير واطور من نفسي واجدد معلوماتي وانشط الذاكرة، وفي نفس الوقت يكون معايا حاجة كويسة يعني. وفعلا درست الماجستير وربنا وفقني، وكنت بأمل ان انا اخد الدكتوراه، بس طبعا قلت اتريس شوية واشوف الدنيا فيها ايه. هوب فجت الكورونا قفلت الدنيا كلها، فقلت خليني ان شاء الله بعد ما جائحة كورونا تعدي على خير والموضوع يرجع العالم يفتح تاني هكمل الدكتوراه، وتقريبا هبقى بنفس الجامعة اللي انا خدتها منها ان شاء الله. And just like Abir, his wife says. ودايما الانسان المجتهد ربنا بيكافئه يعني، في النهاية لازم في نهاية الطريق بيلاقي جائزة السماء بقى من ربنا الحمد لله. Every ending is a new beginning and Yasser's journey has just begun. God sent him a gift but this time it's a gift for a lifetime. اليسر هو الحلم اللي اتحقق يعني. انا عمريش توقعت ان يكون عندي شركة يعني، بس كان دايما يجيني هاجس كده ان انا في يوم من الايام هبقى بوزيشن، هيبقى عندي شركة، مدير عام شركة، مع ان انا ابتديت مندوب مبيعات سيلز. لكن لما اتعمقت في الشركة مع نابكو وابتديت اخد بوزيشنات مسؤول فرع وبعدين مدير فرع وبعدين مدير فرعين وبعدين بقوا بلدين وبعدين بقت ليا كلمة في الشركة مسموعة، فده اداني ان طموح انه ممكن في يوم من الايام يبقى عندي شركة. لما ربنا سبحانه وتعالى اراد ان انا اسيب الشركة لاختلافات في وجهات النظر مع الادارة القديمة، فقررت ان انا هروح فين. وساعتها انا فاكر جالي 3 عروض، جالي شركتين في البحرين، والعرض الثالث ان انا اعمل شركة. فقعدت اقارن اروح شركة تانية وابتدي من الصفر بعد 15 سنة في الشركة، اروح ابدأ من اول وجديد. فقلت خليني اخد الخيار الاصعب بس اللي ممكن مع المجهود والتعب يوصلني لحاجة في النهاية، اللي هو شركة اليسر للأكياس الورقية.
A successful leader is the one who will build the people, not the business. And then the people will build his business. And that's exactly what Yasser al-Maghrabi did. This company independent of the people, not machine, not goods, no. Only here, the main power for this company, the man. The man is the what I like to push him to make it what he want, the man. Oh, well, I've been here for almost 7 years to 8 years because as it is for the beginning, I don't know how he is. So as time goes on, I'll study him. It's straightforward. If you say yes, you don't want to mess with him. And he's seriously about his work, about his time, whatever it is. Because some of people, my friends, maybe end of the month, maybe after maybe 2 weeks, 3 weeks, they don't pay. But Mr. Yasser, as a boss to me, end of the month, he gives us, he's supposed to give me. And at the same time, I'm overtime and at times give tips. Oh, somebody take this one for my wife, for your kids. So he's a very good man to me as a worker to him. He's open to ask or open to me as a brother because at times he tell me if it's the business time, it's the business time. It's a family time, it's a family time. So whatever family, it's family. Whatever business, business. So I like that about him. So far, for my former companies I've been working with, actually I have really enjoyed this company for Mr. Yasser to work with as in, he's taking us as a family. Actually he's like, what can I say about him, because what I can see about Mr. Yasser, he's really the best in everything he's doing for us. جبر الخواطر دي من الحاجات اللي في الحياة وانت عندك 20 وانت عندك 30 50 60 100 طول ما انت ماشية تجبري خاطر الناس ربنا هيكبر خاطرك. وعارفة يعني ايه ربنا يكبر خاطرك؟ كبيرة جدا. لما ربنا يطبطب عليكي عايزة ايه تاني؟ ملكة الدنيا بما فيها. فالواحد طول ما هو ماشي وجبر الخاطر ممكن بكلمة، جبر الخاطر بفعل، جبر الخاطر بمادة، جبر الخاطر بأي شيء، عشان محدش يفهم ان جبر الخاطر بفلوس. ما انت معاك فلوس ملهاش علاقة خالص. جبر الخاطر بكلمة، بابتسامة، طفل بيبيع حاجة تبتسمي له بيضحك يومه بقى جميل. دي من الحاجات الحلوة في الحياة اللي ملهاش سن، ملهاش توقيت، وملهاش تجهيزات. لا، هي وانت ماشية اجبري بخاطر الناس، عيلتك، زمايلك، اخواتك، الناس في الشارع، البائع الجائلين، العمال البسطاء، اللي في اي حد. واعتقد ابسط حاجة في جبر الخاطر دي من واقع خبرتي المتواضعة في الحياة، الابتسامة. No one is perfect. We all got flaws. That's what makes us humans. دايما بيقدم النصيحة احيانا بتكون عنيفة شوية، بس هو بيبقى قصده منها يعني خير، لكن احيانا الطريقة بتبقى مختلفة، انما هو نيته بتبقى ان هو عايز الصالح العام. يعني ما بيعرفش يزوق حديثه، بيحب يقوله كده دايركت، بيبقى احيانا قوي، يمكن هو ورث من والده الله يرحمه الصفات دي. لكن الانسان او الاشخاص اللي بيتعودوا عليه وعارفين شخصيته كويس ما بيزعلوش منه، بيبقوا عارفين ان هو بيقصد مصلحته. في ميزات كتير جدا بتدارى ورا القوه، اللي ما يعرفوش يفتكر ان هو ملوش قلب. لا، هو طيب جدا، بس اسلوبه دايركت جدا، فدي بعض الناس ما بتتقبل او اللي ما يعرفوش يحس ان يتضايق من الموضوع ده، ان هو دايركت على طول، يعني ما بيحبش ان هو يزوق ولا يعمل ولا بتاع، فهو دايركت على طول. But sometimes we gotta be a flowsome person, which means an individual who embraces their flaws and knows they are awesome regardless. انا بعترف وبعتذر لكل الناس لان انا في تعاملاتي شويه عنيف، واقف، حقاني، صوتي عالي، بس انا ده طبع
طبع فيا ورثته من ابويا الله يرحمه. We all take and learn from each other every day, whether it was time, words, or love. You can't measure a person by what they take, but you can measure them by who they give credits to. احب اشكر يعني كل من ساهم وساعد بصورة او باخرى مباشرة او غير مباشرة في اللي انا وصلت له. اللي ياسر بقى ياسر لان انا ما بقيتش ياسر الا بكل اللي حوالين مني. كل واحد حتى وان كان بعيد عني فهو ساهم في شخصيتي. ويعني طبعا الله يرحم والدي هو الاساس، هو الجيني اللي انا خدته منه. اشكر زوجتي وقفت جنب مني واستحملت عصبيتي ونرفزتي. اشكر اخواتي الكبير زي ما قلت لحضرتك قبل كده بصورة او باخرى ساعدوني، كمال، ابراهيم، كمال، محمد. اشكر ابني اسلام. اسلام علمني مش انا اللي علمته، اسلام علمني ازاي ابقى اب، ازاي ابقى معطاء، ازاي طبطب. كنز علمتني حاجات كتير، بس من غير ما تعلمني. اللي انتوا بتعملوه انا بتعلم منه بدون ما حد ياخد باله. جنة علمتني، اصحابي علموني، الحلو علمني والوحش علمني. فانا بشكر كل الناس اللي ساهمت ولو بالقليل، ان اذا كان في حاجه اسمها ياسر المغربي، واذا كان في حاجه اسمها شركه وجروب وحاجه كبيره كده، فهم السبب. Between these books and papers, a young man took a turn in his life that he didn't know where it will take him. He never dreamt of success. He worked extremely hard for it until he reached what he is today. I could not find a better ending for my film. Have a great life, everyone, and keep the smile.